احنا مستحيل نخلص الخدمات دي كلها في هذا النادي في سويمنج بول وفي ملعب مركب كامل وفيه هنا ومتاح لكل السكان ومثل السكان ده المركز التجاري السحب يشط فيه خلاص جاهدين قبل يعني كنا مجتمعين في نهاية السنة نبيع فيه خلاص لكن لسه في مجال وده حتبيعوا برضه حتبيعوا المركز لشخص ولا حتديروا انت ولا لا حنديروا انا ممكن نملكه يعني في ممكن نملكه لجهه زي البلد ده النادي بيقوم بالسباحه شغال فيه بدل فيه في صالات فوق النادي ده كافيه معاه ملعب بتاع كره قدم الملعب ده مباع بالليل هسه بنلعب فيه يا اخي استاد عربي يأجروا مرات الفرق يا اخي لأنه بنلعب فيه ده المسجد مسجد ضخم جدا هسه الجزء الخلفي ده مشطب وبيصلي في الجمعة يا أخي حتى صلاة الجمعة بيصلي فيه أيوه ده ملعب برضه الدجاج ده الموقع بتاع المدارس ده محل الحياة ما بدينا لسه لكن كنا في المرحلة الأخيرة يعني ممكن الزوج ما يمرق من هنا هنا شغل ما مكتمل الصورة بتكون واضحة. صح. بالذات خالد أذكر شاف البنيان كثير. يعني التنفيذ بتاعنا هياكل خرسانية شايف؟ الهيكل الخامي ده حتى الأرضية بتاعتنا سسبندد يعني سقفة. بالله. مسلح ما في. الله يديمك. لما الجماعة يسألوك أقول لك لود بيرنج ولا. ده كله معمول بكونكريت سكيلتون ومعمول على بايل فاونديشن اساسات بتاعته خوازيق بنحفر 8 متر ونص تقريبا شايف زي دي زي لو دول لكلك معاك طبعا هناك الحديد ده دي سقف حديد زي السقف الفوق مسلحه طبقتين دي بيوت قويه ايوه بعدين لان ارض زراعيه هنا طبعا احنا عاملين ده سقف كامل يعني لو حفرت تحتها تعمل بدروم وتكون دي سقف طوال يا ده الهيكل ده الهيكل ده شكلك واضح ده حبيب القفص طعم او كله من البلوك اللي سدنا لسه حولنا للبيوت ده حراري ده مش كده؟ ام الحراره دي المراحل الاخيره بس هي 125 ما فتحناها 25 فيلا هنا وفي جيوب جوا كده فاضينا نحن دي المكان الحفار ولا هنا دي هنا يا خالد دي المساحه دي خلينا نعمل فيها المطاعم المفتوحه ايوه الفود كورت فود كورت ايوه اتفقنا مع ناس موسى ده بتاع كودو مفروض نجيب اي فرع عالمي اللي يجي هنا نفك الحصار ونجيب نعمل لنا فرعين ثلاثة لكن في المخطط انه دي زي مساحة ل 12 موقع 12 موقع